مسلسل جديد يعرض على قناة ام بي سي بوليود مكان مسلسل عدو الحبيب، وكالعادة تتهاطل علينا أسئلة منكم حول هذا المسلسل. في هذا الفيديو سوف نجيب عن تساؤلاتكم ونشارك معكم معلومات جد تفصيلية وحصرية، وأيضا قصة المسلسل يدي بيدك وتوقيت عرضه. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في قناتنا مع تفعيل الجرس حتى تكونوا دائما السباقين في معرفة الجديد المسلسلات الهندية، وكذلك أظهروا تفاعلكم في خانة التعليقات من خلال وضع أسئلتكم، وإن شاء الله سنجيب عنها. وإليكم التفاصيل. مسلسل يدي بيدك دراما هندية رومانسية. اسم المسلسل هذه العلاقات هي علاقة حب، وقد تم تغيير الاسم من طرف شركة ام بي سي بوليود إلى يدي بيدك. إنتاج سنة 2019. عدد حلقاته في الهند 355 حلقة، ويتكون من موسم واحد. ولكن في العالم العربي سيتم تقسيم المسلسل إلى موسمين، مدة كل حلقة ما بين 20 و29 دقيقة. المسلسل الهندي يدي بيدك فرع من المسلسل الهندي ماذا تسمي هذه العلاقة. يعتبر هذا المسلسل من أطول المسلسلات في الهند، فقد بدأ عرضه في سنة 2009، وبلغ عدد مواسم المسلسل 62 موسما، وعدد حلقاته أكثر من 2465 حلقة. مسلسل يدي بيدك من إنتاج راجان شاهي، مدير تنفيذي لشركة كوت للإنتاج. بطولة ريا شارما وشهير شيخ. تقييم المسلسل من طرف الجمهور الهندي 6/10. تم عرض الحلقة الأولى يوم 18 مارس 2019، وعرضت الحلقة الأخيرة يوم 17 أكتوبر 2020. قصة مسلسل الهندي يدي بيدك. تدور أحداث المسلسل يدي بيدك حول الفتاة اسمها ميشتي. دائما ما تبحث عن الحب في كل مكان، لكنها فتاة ليس لديها ثقة في نفسها وغير متصالحة مع ذاتها. لا تمتلك ميشتي ثقة بنفسها، وهذا بسبب قصر قامتها وأشياء أخرى جعلتها لا تثق بنفسها أو أنها ستحصل على فتى أحلامها، وهذا جعل ميشتي تبحث عن فرصة للبحث عن حب وعن المواعدة في مواقع النت الخاصة بالمواعدة، وقدمت ملفا قويا لنفسها لتجد شابا اسمه أبير. أبير عكسها تماما، رغم أنه يضع ملفه في مواقع المواعدة لكنه لا يثق بالحب ولا بقصص الحب. رغم ذلك سيجتمعان معا ويحاول كل منهما أن يثبت فكرته للآخر. أخبروني في التعليق، هل أنتم متحمسون لمشاهدة هذا المسلسل؟ توقيت عرض مسلسل يدي بيدك. سوف يعرض مسلسل يدي بيدك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والعراق، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن. أما بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة 7 مساء، والمسلسل سيعرض من يوم الأحد إلى الخميس. أرجوك بدنا كواليس مسلسل يدي بيدك. أريد كواليس هذا المسلسل حتى أتمكن من معرفة أبطاله. بدي كواليس تصوير حلقة من مسلسل يدي بيدك وشكرا. كواليس مسلسل يدي بيدك نفذي للطلب، أحبك يا أحلى قناة. كواليس إحدى حلقات من مسلسل يدي بيدك وتحت طلبكم.
कुहू कल शायद छुट्टी होगी। किसकी? केतकी की। छुट्टी इसकी? ब्रिंग की तो ब्रिंग की तो डॉल। आई वांट टू पुट रेड कलर ऑन। आई डोंट नो एनीथिंग। ब्रिंग हर राइट नाउ। ही वोंट गेट इट। ओके। आज भी आया है। क्या बोलना है? वो कल इसकी छुट्टी नहीं है, केतकी की है। इसका छुट्टी नहीं है? हाँ, तुम्हारे बीवी की, कुहू की, मतलब नहीं होना चाहिए। पक्की बात है तो। नहीं देंगे जा। मैम आपके लिए आपके लिए मिस्टर डोई, गुड मॉर्निंग। फोटो है या नहीं? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग। هو المسلسل الهندي الذي تتمنون أن يعرض على قناة MBC بوليود. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.